كرافاتة بيزا كرافات بيزا كرافات على قول نادا الوغ أيوة. نشوف ديجا العجينه وجدتيها اي ديجا الله يبارك راهي طلعت راهي طلعت بيان سور راهي سخانه مع الفو هدايا واش نقول لكم لا راهي على وجد فينا في لاباط تاع هاد بيزا كرافات هاد لاباط توجور نحطوا لي ريسيبيون تاعنا نحطوا فيه زوج كيسان حليب دافيين وي مع ملعقه كبيره سكر ملعقه كبيره خميره خلوهم يتفاعلوا مليح ومن بعد تيك نزيدوا لهم ملعقه نص ملعقه صغيره تاع ملح ونزيد لهم نص كاس تاع زيت زيت فوالا ونضربوا كل شيء ومن بعد نطلعوا ديك الفرينه في غيانه باش تكون تفاعلت كيما درنا المره اللي فاتت تطلع نديروا تخمر هي وحده فوالا نخلوا الخميره والسكر والحليب دافي بيان سور يكون دافي يكونوا يطلعوا لنا شويه ومن بعد باش نبداو نديروا الفرينه يعطيك الصحه نكملوا المكونات تاع نص كاس زيت والملح تاعنا ونلموا بالفرينه نخلوها شويه طريه وسيله توجور باش راح تحلي بال فوالا.